نجوم مسلسل وبيننا ميعاد الجزء الثاني يحتفلون بعد انتهاء تصويره، ومفاجآت أول مرة يعلنوا عنها داخل فيديو احتفالهم. خليكم معنا لآخر الفيديو عشان تشوفوا كل التفاصيل. قناة نجوم ومشاهير. احتفلوا نجوم مسلسل وبيننا ميعاد بعد انتهاء تصوير المسلسل وبعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل بجزئيه الأول والثاني، وعلى رأسهم الذي سبب هذا النجاح الكبير النجمين الكبار شيرين رضا وصبري فواز، وهم السبب الرئيسي في نجاح هذا المسلسل، وكانوا أيضا سبب نجاح هذه الشباب الذي تمثل في المسلسل لأول مرة، وكانت نقطة انطلاق بالنسبة لهم في مشوارهم الفني، فدي كانت بداية موفقة جنب نجوم كبار زي شيرين رضا وصبري فواز. ونجاح الجزء الثاني غطى على نجاح الجزء الأول بكثير ونال إعجاب الجمهور بسبب المشكلات التي يطرحها المسلسل، حيث تدور أحداث العمل حول تفاصيل الحياة ومشكلتها، وهي مشاكل اجتماعية بتواجه كل بيت مصري وأزمات تربية الأبناء في الطبقة الوسطى من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية وبسيطة جدا زي التي يتناولها المسلسل بالظبط. المسلسل يضم مجموعة من نجوم الوسط الفني، ومن أبطال الجزء الثاني هو بطولة كل من شيرين رضا، فنان صبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن منهم أسامة الهادي ويوسف الكدواني وتسنيم مطر وأميرة أديب بدلا من داليا شوقي في الجزء الأول محمد مهران، وكل ذلك برعاية المخرج هاني كمال. وبكده احنا خلصنا الفيديو، ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل فيديوهاتنا أول بأول. كانت معاكم قناة نجوم ومشاهير.